زيد فضولي يسأل كثيراً ونحن نبحث معه عن الأجوبة. التالي زيد والعلوم. مرحباً يا أصدقاء، هذا أنا زيد. أريد أن أعرف لماذا تسبب بطاقة كنزة الحكة، لذا سأقوم مع أصدقائي بتحري الأمر باستخدام حواسنا. انضموا إلينا في زيد والعلوم. إن لاقط الصوت يعمل. هاي زيد، كيف الحال؟ ماذا سنتعلم اليوم؟ أريد أن أتعلم كيف وما ولماذا، أين ومتى. نعم، كيف تعمل الأشياء وما هي الأسباب وما هي المتغيرات. ماذا في السماء وما يسمى الفضاء؟ الكون يدور، هل له من دواء؟ لدي أسئلة كثيرة. أنا زيد والعلوم. مرحبا، أنا زيد وهذه غرفتي. هذه الكنزة مزعجة. لها بطاقة تسبب الحكة مثل هذه. ألا تنزعجون من البطاقات التي تسبب الحكة؟ لا أستطيع التوقف. لماذا يضعون هذه البطاقات؟ لا أحد يحب الأشياء الخشنة، لا أحد. حيواناتي طرية وناعمة. أتعرفون؟ أحب النعومة ولا أحب الخشونة. أريد حقا أن أعرف ما مشكلة هذه الكنزة؟ لماذا تسبب البطاقة الحكة؟ زايد، الفطور. الفطور. أنا قادم. مرحبا أمي، مرحبا أبي، مرحبا زكي. صباح الخير زايد. زيد، قل لي ما الذي تفعله هناك؟ هل من مشكلة يا زيد؟ البطاقة تسبب الحكة. أعرف شعورك. كان عندي قميص له بطاقة مزعجة. أتعرف؟ لكل الملابس بطاقات يا بني، ويجب أن نتخلص منها. نعم. حسناً، عندما أعود من العمل سنقص أنا وأنت بعض البطاقات. نعم. حسناً، إلى اللقاء. لا تنسى اتفاقنا. لن أنسى. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا لا أريد أن أقترب من أي شيء خشن يا أمي. في الحقيقة الأشياء الخشنة موجودة في كل مكان. سأجد بعض المعلومات على الشبكة. حسناً. أسنان الفرشاة خشنة، دعاسة الأقدام خشنة أيضاً، ولحاء الأشجار خشن مثل الشجرة الكبيرة في حديقتنا. يوجد حولنا كثير من الأشياء الخشنة، ويوجد أشياء قاسية وأشياء ناعمة. لكل شيء ملمس مختلف، لكن لماذا يختلف ملمس الأشياء؟ يبدو بحثاً مناسباً للمدرسة. فكرة جيدة، سأفعل. وأنا سأخلصك من البطاقة الخشنة يا بني. أنهي فطورك ثم سأقص البطاقة. حسنا، شكرا أمي. هيا يا أمي. أمي هالأمي. كي لا أتأخر عن درس العلوم. نعم. أصدقائي، أين أنتم؟ ها هي جميلة. أعيروني انتباهكم. لا لا وو، لا لا وو، لا لا وو. رائع. أصدقائي، أين أنتم؟ ها هو جابر. نعم، أعيروني انتباهكم. أنا نجم مشهور. رائع. أصدقائي، أين أنتم؟ ها هي مي. أعيروني انتباهكم. لا 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 لا. رائع. أصدقائي، أين أنتم؟ إنه زيد. هل
سمعتم عن الفتى الذي يريد أن يعرف أي شيء عن كل شيء؟ إنه أنا. مرحبا، معكم زيد. سأقدم لكم تقرير اليوم. السؤال: ما أكثر شيء خشونة تعرفونه؟ يمكنكم أن تشاركوا لنحصل على بعض الأجوبة. مرحبا جميلة. مرحبا جابر. مرحبا زيد. والآن ما أخشن شيء تعرفينه يا جميلة؟ أخشن شيء أعرفه، أظن أنها لحية والدي. نعم، إنها أخشن شيء أعرفه. جواب مقنع. شكرا لك. عفوا. ماذا عنك يا جابر؟ وجدته، مكبر الصوت يا زيد. إنه أخشن شيء أعرفه في حياتي. جابر، أنت سريع البديهة. شكرا. مرحبا مي. مرحبا. أخبريني، ما أخشن شيء تعرفينه؟ الأخشن؟ تذكرت قطتي موشو. ولكن فراء القطة ناعم. فراؤها ناعم، ولكن مخالبها تخدش. زيد، إياك وأن تلمس مخالب القطة. إياك. شكرا مي، نصيحة مفيدة. عفوا. والآن إليكم نتائج بحثنا. قالت جميلة إن لحية أبيها خشنة جدا. قال جابر إن مكبر الصوت خشن. وقالت مي إن مخلب قطتها خشن ويخدش. وأنتم، هل فكرتم في شيء خشن؟ حسناً، هذا كل شيء. معكم زيد المراسل الجوال وخبير الخشونة. يا أطفال، هيا تعالوا. هذه معلمة سوزي. حان وقت جلستنا، حان وقت السجادة، حان وقت جلستنا، جلستنا على السجادة. حان وقت جلستنا، حان وقت السجادة، جلستنا على السجادة. هاي أيها الركبان، هنا هنا. لقد سمعتكم، ساهبط الآن. رأسي يدور. فعلا رأسي يدور. هبوط موفق. من يريد اليوم أن يخبرنا بشيء؟ أنا. تفضل يا زيد. حسناً. ترارارام، كانت على كنزتي. إنها البطاقة الأكثر خشونة، وهي مزعجة تخدش وتسبب الحكة. ملمسها خشن تماماً كلحية والدي. دعني ألمسها. إنها خشنة. كيف كانت في كنزتك؟ هل تصدق؟ على الملابس أن تكون ناعمة مثل سترتي. هذه فكرة جيدة. معلمتي، لماذا كل شيء ملمسه مختلف؟ سؤال رائع يا جميلة. هذه الأشياء، بطاقة زيد، سترة مي، لكل منها تركيب مختلف. تركيب؟ نعم، التركيب هو ما تتكون منه الأشياء. للأشياء تركيب مختلف، لذا لكل منها ملمس مختلف. مثلاً للسجادة ملمس خشن، وللغطاء ملمس ناعم. تماماً. ونحن نستطيع أن نميز الاختلاف باستخدام حاسة اللمس. سأستخدم حاسة اللمس لأشعر بحذائي. إنه أملس. ملاحظة جيدة يا مي. أخبروني، من يريد أن يستكشف ملمس الأشياء من حولنا؟ نحن. حسناً أيها العلماء، أحضروا دفاتركم ولنتوجه إلى المختبر العزيز. هيا 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 هيا. المختبر العزيز. والآن أيها العلماء، ما سنقوم به هو أن نستكشف ملمس الأشياء. ستتجولون في الصف
وسوف يحضر كل واحد منكم شيئاً إلى هنا. من ثم ستصفون ملمس الأشياء التي ستجدونها، وبعد وصفها سنقارن ونوازن بين هذه الأشياء. ماذا لو لم أستطع إحضار ما اكتشفته؟ مثل السبورة؟ أو المغسلة؟ أو الأرض؟ سوف نضع وصف الملمس على هذه البطاقات اللاصقة ونلصقها عليه. حسناً. ولكن مهلاً، أنا لا أتقن الكتابة. لن نصف الأشياء كتابة يا زيد، العلماء يستخدمون الرموز في عملهم. إذا أردنا وصف شيء محدب فكيف سنرسمه؟ أرسم خطاً متعرجاً، هذا مناسب حقاً. ولوصف شيء أملس نرسم خطاً مستقيماً دون تعرجات. أحسنتم. حسناً أيها العلماء، لنبدأ استكشاف ملمس الأشياء. أنتم علماء ويمكنكم أن تشاركوا. سوف نبدأ استكشاف ملمس الأشياء. تجولوا في الصف وابحثوا عن أشياء مختلفة. حاولوا أن تجدوا أشياء ذات ملمس مختلف. بعد أن تجمعوا الأشياء أحضروها إلى المنضدة كي نقارن ونوازن بين ملمسها. لقد وجدتم أشياء رائعة، لكل منها تركيب وملمس مختلف. هذا الشريط ناعم وهذا الحجر خشن. أسنان الشوكة مدببة، وهذا الإسفنج خشن من هذا الطرف وناعم من الطرف الآخر. والآن سجلوا ملاحظاتكم على دفاتركم. يمكنكم أن ترسموا وتلونوا الأشياء التي وجدتموها. فكروا في التركيب وملمس كل ما أحضرتم. رائع، جمعنا كثيرا من الأشياء اليوم، ولكل منها ملمس مختلف. ناعم، محدب، خشن، خادش، وناعم، وأملس. يا له من اكتشاف رائع. وجدت أن الأرض باردة وملساء. وأنا وجدتها قاسية. أخبرني يا جابر، ما الذي وجدته؟ نعم، وجدت أن شحمة أذني طرية وفوق شفتي الملمس ناعم. ملاحظات رائعة يا أطفال، سأشاهد دفاتركم الآن. جميلة، أخبرينا ماذا رسمت. نعم، رسمت السجادة. أولاً قلبتها وتحسست الوجه السفلي، وجدته خشناً وخادشاً. ثم تحسست الوجه العلوي للسجادة فوجدته ناعماً. أحسنت يا جميلة، لقد اكتشفت أن للسجادة ملمسين مختلفين. حسناً، زيد أرنا ماذا رسمت. حسناً، رسمت حذائي، له طبقات مختلفة، وكان شريط الحذاء ناعماً ووجه الحذاء أملس، وفي الأسفل كان محدباً. إنها ملاحظات رائعة، لقد أصبح علمائي يعرفون أشياء كثيرة. والآن أظن أنه حان وقت اللعب. هيا استمتعوا، حان وقت اللعب المضحك. هاي جميلة. نعم. ماذا تلعب القمصان؟ لا أعرف، ماذا؟ تلعب لعبة البطاقات. نعم. هاي زيد. نعم. ماذا تقول القمصان بعضها لبعض؟ ها؟ لا أعرف ماذا. لا شيء، ألا تعرف؟ القمصان لا تتكلم. دق دق. من هناك؟ أنا جميلة. ما الأمر؟ أشعر بالحكة في ذراعي. والذراع الأخرى أيضا. والآن بطني في كل مكان. حكة. لا، انتقلت الحكة إلي.
يا إلهي وإلي أيضا وإلي أيضا هيا 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 كان هذا مضحكا أنا هي الأم لأنني ألبس قبعة الأم جابر أنت الأب حسنا زيد أنت هو طفلنا الصغير أنا الطفل دائما هيا يا بني سنشتري لك بعض الملابس لا أريد شراء الملابس بني كف عن البكاء وإلا لن تشاهد قناة البراعم حسناً توقف حسناً والآن لنذهب إلى متجر الملابس نعم هيا بنا أنا والدك حسناً وصلنا مرحباً مرحباً نرحب بكم في متجرنا هل تريدون مساعدة؟ نعم شكراً لك أريد الآن قميصاً لابني لدي قميص مناسب لك ويسبب الحكة لا أريده ما رأيك إذن في قميص خشن؟ لا إذن أتريد قميصاً منشأً؟ لا شكراً إذن خادشاً؟ لا مخرشاً؟ لا مجعداً؟ لا قارصاً؟ لا حارقاً؟ لا بارقاً؟ ماذا تعني؟ لا أعرف أردت المتابعة حسناً عندي فكرة يا بني ما هي يا أبي؟ ما رأيك في قميص ذي ملمس ناعم؟ نعم أريد قميصا ذا ملمس ناعم نعم آسفة نفدت القمصان الناعمة ولكن عندي شيء سيعجبك حقا؟ ما هو؟ إنها سترة ضخمة وخشنة تلبسها وتحك طوال اليوم وقت الآنسة سوزي لتغني لنا هيا غني شكرا تعرفون تحدثنا اليوم عن ملمس الأشياء المختلفة والآن هل يمكنكم أن تتخيلوا شعور الأفعى؟ إنها تزحف على الأرض وتشعر بملمس الأشياء ببطنها لابد أنه من شيء ممتع ألتف حول نفسي حين أنام وأمد جسمي حين أطي حين تشرق الشمس ويأتي الحر أخرج وبشكل الآني أزحف على الأرض وعلى الصخور أزحف على كل شيء ألمس كل الأشياء فأعرف الخشن من الطري حين أزحف بجسمي على شيء لطيف وناعم أحس بشعور مختلف عن ملمس الأسفلت القاتم أشعر بالعالم من حولي بكل حركة مني ما يدفعني لقولي ابتعد عني عيوني ثاقبة فلا تلمسني أريد أن أنام تصبحون على خير رائع يا أنسة أغنية مدهشة شكرا لكم إنها تتحسس كل شيء ببطنها أشياء ناعمة خشنة ملساء متعرجة طرية قاسية تغطيها الشعر الريش الأشواك أو الحراشف وتسبب الحكة حسنا أيها العلماء أحسنتم العمل اليوم والآن سوف نعود إلى البيت اتبعوني أين حفيدي زيد؟ أنا هنا يا جدتي والآن إلى البيت يا عزيزي إلى البيت أحب الركوب في السيارة سيارة جدتي ماذا
تحمل يا صغيري؟ هذه بطاقة كنزتي، قصتها أمي لأنها تسبب الحكة. كم ارتحت بعد ذلك يا جدتي. أجل، أعرف هذا الشعور. إن ملمس الأشياء مهم جدا يا عزيزي. تلك البطاقة خشنة، أتعرف ما الذي كان ذا ملمس خشن؟ ها؟ المناديل. قبل اختراع المناديل استخدم الناس لتنظيف أنفسهم أوراق الأشجار والأعشاب والأصداف. أوه، هذا مؤلم. ثم أتى من اخترع الورق الناعم، أصبح الوضع أفضل. ثم أتى من اخترع المناديل الطرية والناعمة، وكان ملمسها ناعما جدا على الجلد. ووو! وتوالت الاختراعات، فاخترعوا مناديل للحمام وأخرى للمطابخ، وكلها ناعمة وطرية. هذه قصة المناديل، هل أعجبتك؟ أي أخبرني، هل أعجبتك حقا يا زيد؟ قصة رائعة يا جدتي. إن جدتي تعرف الكثير من القصص. اليوم تعلمت شيئا مفيدا جدا، فهمت كل شيء، كل شيء عنه، إنه الملمس. لقد وصلت إلى البيت. مرحبا زيد، هل أنت مستعد لمهمة إزالة البطاقات؟ نعم، لنتخلص من هذه التركيبة الخشنة. هذا رائع، كلمة جديدة. نعم، تعني أن ملمس الأشياء قاس، طري، ناعم وخشن. حسنا، لنبدأ بقص البطاقات الخشنة من ملابسنا الناعمة. حسنا، لنبدأ. حسنا. أزلتها. رائع، وداعا للملمس الخشن وأهلا بالملمس الناعم. مرحبا، هل بدأتم مهمتكم؟ مرحبا أمي، انظري، نحن نقص البطاقات الخشنة، هل تريدين المشاركة معنا؟ عزيزتي تعالي لنقص بعض البطاقات. سأحتفظ ببطاقاتي. لماذا؟ فيها تعليمات الغسيل، إذا تخلصت من البطاقة فقد أخطئ في غسل قميصي وقد ينكمش، وعندها لن أكون سعيدة. صحيح، تذكرت. زيد اسمع يا بني، أولا سنكتب تعليمات الغسيل ثم نقص البطاقة. لنتابع مهمتنا الآن يا بني. هيا، ألديك قلم؟ لا، لنبدأ مهمة البحث عن القلم. عزيزي. يا له من يوم، استخدمنا لكي نشعر بملمس الأشياء، تحسسنا أشياء خشنة متعرجة وأشياء ملساء. تعرفت على أشياء جديدة، لكنني ما زلت أفضل الملمس الناعم. بل أفضل الملمس الفائق النعومة. لماذا لا تكون كل الأشياء فائقة النعومة؟ وجدتها. إليكم فكرة ذكية لامعة مضيئة وكبيرة. سأخترع شيئا يجعل الأشياء ناعمة، سأسميه اللفائف فائقة النعومة، وهي تشبه لفافة المناديل، تغلف بها الأشياء فتجعلها ناعمة وطرية. يمكنك وضع اللفائف فائقة النعومة حول السرير فتشعر بأنك نائم على الغيوم. يمكنك تغليف الصبار باللفائف فائقة النعومة ولن تشعر بالأشواك. ويمكنك أيضا تغليف دراجتك باللفائف فائقة النعومة ولن تشعر بشيء عندما تصطدم بالجدار، بل سترتد وتعيد المحاولة. هذه هي فكرتي الذكية اللامعة المضيئة والكبيرة. هي، جربوا أن تشعروا بملمس الأشياء، أرجو أن تجدوا أشياء ناعمة مثل حيواناتي المحشوة. إنه ملمس ناعم جدا. هذا أنف ناعم وطري. هي، هذا أنا زيد،
فتاة العلوم. تذكروا، لا تتوقفوا أبدا عن طرح الأسئلة. إلى اللقاء أيها العلماء. ملبس ناعم جدا. افحص، قارن، وزن. مرحبا، أنا أعرف أن أفحص وأقارن وأوازن، ماذا عنكم؟ الفحص هو تدقيق النظر في أمر ما أو الاستماع إليه أو تحسسه. المقارنة هي إيجاد التشابه بين الأشياء. الموازنة هي إيجاد الاختلاف بين الأشياء. أيها العلماء، سنقدم لكم كثيراً من المعلومات. سأتعلم مع أصدقائي كيف نستخدم الأدوات العلمية وكيف تتغير الأشياء ونستكشف حواسنا. انتظروني في زيد والعلوم.